كثير نتيجة إمكانات هذا اللاعب العالية. ميلوس إرسال إلى داخل الملعب. شوف يعني لاعب المستقبل ومفروض يعني الليبرو بالذات يكون متوقع أي كرة قادمة من ملعب المنافس. ترك الكرة إلى داخل الملعب 11-7 المنتخب القطري. ميلوس مركز على طبعا أفضل مستقبل يعتبر، وكرة حلوة. شوف من يعني الكرة كانت ميلوس منها، لكن اللاعب رقم 8 المنتخب الإماراتي عامر حسن غلام لعبها في حافة الصد إلى خارج الملعب. وثمانية 11 مو تاركينهم وبعدوه مو تاركينهم. على الإرسال المنتخب الإمارات محاولة الإعداد، وهذا والله أكثر من رائعة وحلوة من جمعة فرج. يا سلام عليك، يا ليت نشوف إعادة اللعب الحلوة هذه. يا سلام شوف الإعادة، وبالفعل هذا جمعة فرج طلع على في كرة قوية جدا 12-8. في تجانس كبير وتفاهم بين المعد القطري واللاعبين الموجودين معه في أرضية الملعب. وهذه عداسة لشرميلوس ومحاولة وجمعة فرج في حائط صد. يا سلام عليه، مقاتل من الطراز الأول، مقاتل من الطراز الأول. جمعة محاولة كانت للمنتخب القطري ناجحة، وشوف الضرب في حوائط صد إلى خارج الملعب. والنقطة 13-4 رينان لاعب اليوم شفته يقدم كرات هادئة على غير العادة. نشوف على الإرسال من وضع ثبات، محاولة من جديد الإمارات. يا سلام، وفي خطأ سلامات مبارك.